هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ هي الناس مرعوبه ليه؟ هي هو للدرجه دي، للدرجه دي النادي الاهلي تاعب الناس كلها ومخوف الناس كلها للدرجه دي؟ حاجه غريبه جدا، حاجه غريبه جدا. النادي الاهلي الشهر اللي احنا فيه ده هيلعب 8 مباريات، انا حافظهم، 8 مباريات، يوم 2 يوم 5 يوم 8 يوم 12 يوم 16 يوم 20 يوم 25 يوم 28، 8 مباريات هذا الشهر فقط، 8 مباريات. لذا فيهم بقى من سفر لتنزانيا ورجوع من تنزانيا، سفر اسكندريه ورجوع من اسكندريه، والكلام ده كله، وعندك كم كبير جدا من الاصابات. هو في ايه؟ مالكم؟ هو انتوا مالكم؟ في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ وبعدين حاجه غريبه جدا برضو، اول السنه كنت بشتغل في قناه تانية، فجبت الحاج عامر حسين. الحاج عامر حسين كان معايا على التليفون، قال لي انا طالبت مجلس اداره اتحاد كره القدم ان يبقى في الدوري من مجموعتين، لان السنه دي سنه استثنائيه فيها امور استثنائيه كثيره جدا جدا جدا. وسالنا ال 18 نادي، قال لك لا احنا عندنا استعداد ان احنا نتحمل ما سيحدث هذا الموسم، بس نلعب الدوري من دور واحد، او يعني الدوري من مجموعه واحده. هو في ايه؟ مالكوا؟ مالكوا كده سخنين وفي ايه؟ الراجل بنفسه قال لكم في اول السنه، الحاج عامر حسين، الحاج عامر حسين قال لكم في اول السنه العبوا الدوري على مجموعتين، كل الناس رفضت. هو في ايه دلوقتي؟ الناس دلوقتي مالها؟ اتجنت فجأة ليه؟ ايه اللي حصل؟ انتوا في ايه؟ مرعوبين ليه؟ وخايفين ليه؟ ليه كل الكلام ده كله؟ وبالمناسبة، بالمناسبة يعني احنا لو لعبنا نادي الاهلي لو لعب بفريق الناشئين تفرقش معاه. اتعملت قبل كده وحصلت قبل كده وكسبنا، التاريخ موجود. هو انا ما بقولش يا جماعه، الواحد لما بيطلع يتكلم ما بيطلعش يقول اي كلام، ما بيطلعش يقول اي كلام واي كلام، والله اي كلام، اي كلام بيتقال. احنا لو الفريق كله مصاب، لو الفريق كله مصاب ما عندناش اي مشكله، ما حدش بيتهز جوه النادي الاهلي، ما حدش بيتهز. عارفين ليه؟ عشان احنا اسمنا النادي الاهلي، عشان ده اسمه النادي الاهلي، النادي الاهلي عمال يخلي الناس كلها تلف حوالين بعض، ده يروح من هنا وده يجي من هنا وده يطلع من جيبه وده يتكلم مش عارف فين وده يقول ايه. هو في ايه يا جماعه؟ هو في ايه؟ ما هو الراجل جه اول السنه وقال لكم العبوا، العبوا مجموعتين، انتوا اللي قلتوا لا، كل الناس قالت لا، بما فيهم النادي الاهلي بالمناسبه. كل عشان كده خدوا بالكم، النادي الاهلي ما بيطلعش يتكلم، النادي الاهلي ما بيطلعش يتكلم، ما بيطلعش يعترض، ما بيطلعش يقول لا انا ازاي هلعب 8 ماتشات في شهر واحد، فيهم سفر تنزانيا وسفر اسكندريه وسفر مش عارف فين ورجوع منين، كل ده غير طبعا مجهود المباريات. ده الواحد لما بينزل مشوار المهندسين ويرجع بيبقى تعبان واصابات وكذا وكذا، لكن ما فيش مشكله، لان الناس التزمت بكلمه من بقها، الناس التزمت بكلمه ان احنا عايزين نلعب كذا وكذا وكذا، عايزين نلعب الدوري مجموعه واحده، وبالتالي ما عندناش اي مشكله، هنتحمل ما يحدث. 8 مباريات في شهر واحد. وبعدين انا بس برضو عايز اسال سؤال، هو النادي الاهلي هو اللي بيدير المسابقه؟ النادي الاهلي ملوش علاقه، عشان بس تفهموا، النادي الاهلي ملوش علاقه، اللي ليه علاقه وبيدير المسابقه اتحاد الكوره. وبمناسبه اتحاد الكوره